برضه عايز اعرف وجهة نظرك في هزيمة النادي الاهلي النهارده بهدف مقابل لا شيء. بص، المباراة مقسومة لشوطين. يعني الشوط الأول يمكن النادي الأهلي يعني كان شوط جس نبض بالنسبة حتى للنادي الأهلي، كمان أنت بتحاول أن أنت تستحوذ حتى كمان استحواذ سلبي، ما وصلتش للمرمى بشكل كبير. دفاعاتك كانت إلى حد ما دفاعات قوية، نص ملعب كنت بتمتلك نص ملعب. استحواذ الشوط الأول يمكن كان لصالح النادي الأهلي، انتشارنا في الملعب كان جيد الشوط الأول ولكن دون محاولات حقيقيه على المرمى. الشوط الثاني الامور اختلفت، النادي الاهلي اصبح مسيطر ولكن سوء استغلال الفرص، ودي برضو مشكله بيعاني منها النادي الاهلي في مباريات كتيره جدا حتى في الدوري العام، انك انت لما يجي لك فرص لابد انك تسجل. انت بتلعب في افريقيا امام فريق كبير، كل فرصه ليها ثمنها. النادي الاهلي النهارده يمكن انا يعني برغم من المباراه الجيده جدا لاداء النادي الاهلي النهارده، كان الشوط الثاني احنا توقعنا ان من بدايته ممكن يكون الاهلي يعني قليل شويه، ولكن الشوط الثاني ابتدينا المباراه بشكل كويس قوي مد هجمنا، اضعنا فرص كتيره جدا، ودي برضو مشكله النادي الاهلي الفترات اللي فاتت دي كلها، انك ما بتقدرش تستغل الفرص اللي بتتيح ليك. يعني في بعض الاوقات ممكن فرصه تخلص مباراه، اعتقد ان الاهلي كان سجل فرصه من الثلاث فرص الحقيقيين اللي اتيحوا للنادي الاهلي كانت الامور اختلفت بشكل كبير، كان ممكن نخرج المباراه دي 2 أو 3-0، لان خد بالك انت في وقت من الاوقات في الدقيقه يمكن ابتداء من الدقيقه 70 ابتدوا يلعبوا على اوفسايد جيم، خلاص ابتدوا خلاص وابتدوا يلعبوا يحطوا اكبر عدد من اللعيبه في الجزء الهجومي، ابتدوا يلعبوا بثلاثه ورا أربعة قدام، ثلاثة في خط الهجوم، وابتدى يسيب لك مساحات كبيرة جدا في خط ظهره. لو الأهلي كان سجل هدف من الفرص اللي أتيحت سواء هتفتح ثغرات أكتر من كده بكتير، لأن أنت خلاص الدقيقة 75 وأنت بتتاح لك هجمات مرتدة بدليل الكرة اللي راحت لعلي معلول لعبها أعتقد كان مروان لا مروان كان خرج لعبها الازارو، اتلعبت في نص ملعب اتشطت من علي معلول بعد كده، يعني واكتر من فرصه اتيحت للنادي الاهلي كان ممكن يسجل بيها اهداف، ولكن برضو يعني عدم التوفيق في احراز الهدف هو اللي ادى في الاخر في النهايه ان انت بتتغلب بالشكل ده. الهدف طبعا لا يسال عنه اي حد، خلاص انت بتتكلم في فرقه برضو فرقه قويه عندها هجوم قوي بيهاجمك بشكل مكثف جدا، واحده من الفرص اللي اتيحت ليهم، وانا ان كنت شايف ان هي فرص قليله جدا يا عماد، الفرص الحقيقيه اللي اتيحت ليهم في حالة كلها يا كور بتتشاط من بره الملعب، يا اما عرضيات بيحاولوا ان هم يستغلوها يعني تمام، باستغلال طبعا الارضيه وصعوبه الارضيه. فطبعا هارد لك للنادي الاهلي، مباراه جيده ولكن برضو زي ما انا باكد الحته دي عدم استغلال الفرص هو اللي ادى بينا لنتيجه 1-0.